اهلا اهلا اهلا. صاحي؟ انا ما نمتش اصلا، انا يا دوب ريحت نص ساعه كده، خدت شاور عشان اعرف انزل. الروايح الحلوه دي. اتفضلي. انا كنت عايزه اطلب منك طلب. اطلبي. ينفع ما تخرجش النهارده وتقعد معايا؟ بس انت بتيت معايا بين اصحابي. ماشي اوكي خلاص، انا بس كنت عايزه يعني نقعد نتكلم شويه. نتكلم في ايه؟ ممكن في اي حاجه، بس يعني نقعد نتكلم ما تخرجش يعني. طيب انا وعدت مش هتاخر. اوكي ماشي انجوي. كنت ناويين الجاكيت بتاعك. خلاص بقى مش هنام بقى واستناك. اه طبعا ماشي. اورايت. باي. داليا؟ انت مشيتي ليه؟ انا عايز اقول لك اللي انت عملتيه ده عجبني قوي، كان حلو جدا. ايه اللي انا عملته؟ اهتمامك بيا ده، حضنك اللذيذ. بس انا ما كانش لازم اعمل كده. ليه؟ ايه اللي يمنع يعني؟ يعني انت حد مهم قوي، وانا واحدة دخلت حياتك صدفة. اصلا انا مش فاكرة اي اب ليا، ولا فاكرة اي اخ ولا عم. وبعدين انا ممكن شوية وامشي من حياتك. ممكن ما تمشيش يا دليل، انا خلاص اتعودت شوية جنبي يعني. أكيد أنا دلوقتي صعبانة عليك وبعد شوية. لا 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 لا، ده كان في الأول، إنما دلوقتي أنا مش هسيبك الليلة دي. بصي أنا عايزك تروح تغير هدومك عشان هنخرج نسهر بره. بجد؟ يعني هنخرج؟ هنخرج. طب والناس اللي كلموكوا ومستنيينك ده؟ طز في الناس. بجد ميرسي مراتي، خلاص أنا هغير وأرجع بسرعة. طيب. Thank you.